خلينا نعرف من حضرتك التقييم العسكري للخسائر والضربات اللي تلقاها الاحتلال الإسرائيلي منذ اقتحامه في لحي الشجاعية بشكل بري. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين في كل مكان. طبعا العملية من أولها زي ما بنقول أن الجيش الإسرائيلي أثبت فشله الكامل في تحقيق أهدافه العسكرية. هو يجيد فقط الضرب عن بعد، يجيد قتل المدنيين العزل، يجيد العمل على الخاصرة المدنية الرخوة. أما مواجهته لأي مقاتلين فالنتيجة زي ما احنا شايفين في الشجاعية، وزي ما احنا شايفين في جباليا، وزي ما احنا شايفين في غزة وفي خان يونس وفي كل المناطق دي، في أي مواجهة مع المقاومة هم اللي بيخسروا دائما القتلى بتوعهم. ويكفي آخر حاجة لسه هم ضاربين ثلاثة من الرهائن بتوعهم قتلينهم. أكثر جيش في العالم بيقتل بعضه بنيران صديقة هو الجيش الإسرائيلي، وده ناتج لسبب بسيط جدا، حالة الرعب والفزع. يعني لو جندي ماشي ومعاه زميله واتضرب عليهم ممكن يضربوا بعض، هم كل واحد فيهم بيضرب في أي اتجاه، ما عندهمش الثبات الانفعالي انه بيقف بيشوف النيران دي جايه منين بيضرب. ما فيش المهاره دي. ده لو زميله سبق بس لتنفيذ مهمه وهو راجع بيضربه. شايفينه ما لا يدل عن ان هناك جيش له كفاءه عسكريه وكفاءه قتاليه. طيب تقييم حضرتك للمشهد بشكل عام، يعني حضرتك قلت دلوقتي انه قوات الاحتلال لم تحقق اي نصر نتيجه تقدمها بريا، ولم تتقدم بري بشكل كامل في منطقه الا وتكبدت خسائر فادحه. لماذا حي الشجاعيه وبنتكلم في اكثر من 60 صاروخ؟ اعتقد ده رقم كبير جدا على هذا الحي. انا قلت لك ان هم من البدايه لا يجيدوا اي مواجهه، وعشان يعمل اي مواجهه بيعمل تمهيد نيراني عشان يضمن انه اسكات او تدمير كامل بنسبه 100% للقوات اللي موجوده قدامه، رغم ان اللي موجودين قدامه ما هماش ما هو لا هو جيش ولا هو شايفه، دول مقاتلين ولكن مقاتلين على درجه من الشجاعه والكفاءه ان هم بيهاجموا من المسافه صفر. ودي المشكله، هو الاسرائيلي عايز يضرب عن بعد فقط، مش عايز لا يشتبك ولا يبقى في اتصال مباشر بينه وبين من يقتله. هو فقط يجيد الضرب بالطيران، بالمدفعيه، بالدبابه عن بعد، انما ان هو يقاتل وجها لوجه هي دي مشكلته. عندنا حي الشجاعيه وكل الاحياء او الاماكن اللي اتضربت واتدمرت بالطائرات دي الكتائب، او لان القوات المقاومه موزعه في كتائب ولها نطاقات أو قطاعات مسؤولية زيها زي أي جيش نظامي، بس ما حدش منهم ظاهر، يعني هم مش موجودين في الأنفاق فقط، لا، ده هم تحت الركام اللي الإسرائيليين بيتخيلوا إن خلاص ده ما فيهوش حد، فيفاجئوا من المسافة صفر أن هناك من يهاجمهم، وبالتالي الخسائر الكبيرة اللي في القوات الإسرائيلية دي نتيجة حاجتين اتنين، رقم واحد إن هم ما عندهمش أي عملية استطلاع تقول ان تقدر تحدد فين الهدف اللي يضربوه، ده رقم واحد. رقم اتنين حالة الفزع اللي بتنتابهم لما بتطلق عليهم النيران فيقتلوا بعضهم البعض بالنيران الصديقة. دي السببين اللي المشكلة اللي هتواجه الإسرائيليين دائما في أي عمليات اقتحام سواء حالية أو قادمة.